السلام عليكم يا شباب، انا هكون معاكم ان شاء الله مهندس احمد ياسر. هنتكلم عن اننا ازاي نقدر نعمل برزنتيشن لبلان معماري على برنامج الفوتوشوب. طيب يعني ايه برزنتيشن بلان معماري؟ يعني لو انا عندي البلان على برنامج الاوتوكاد بالشكل ده، اقدر ان انا اطلع منه صورة بالشكل ده كده، ماشي؟ طيب عشان اعمل ده بعمل ايه؟ اول خطوه انا بدخل على برنامج الاوتوكاد، تمام. اول حاجه بنعملها بناخد نسخه من البلان، ناخد نسخه من البلان. الخطوه الثانيه بتاكد ان انا مقفل الحوائط بتاعتي صح. يعني ايه؟ يعني لو انا جيت اعمل هاتش كده الاقي الهاتش بيتعمل معايا يعني كده. بس اهو بالشكل ده، ماشي. طيب الخطوه الثانيه، الخطوه الثانيه بعمل ايه؟ ببدا ان انا بمسح البلوكات بتاعه الفرش اللي موجوده بالشكل ده. وبرضه بمسح الكلام اللي مكتوب، عشان انا مش بكتبه في حاجه، هكتبه على برنامج الفوتوشوب، تمام. يبقى انا بمسح بلوكات الفرش، بمسح الكلام اللي مكتوب بالشكل ده. كده واحنا مسحنا الفرش كله، بقيت واقف بس. ماشي كده، هو بالشكل ده معانا. بعمل سيف، ماشي. ببدأ ان انا بخرج البلان الفاضي ده بسكيل. يعني ايه؟ ببدأ ان انا اعمل كده، بدوس كنترول بي، تمام. بدوس هنا كده اللي انا عايزه بي دي اف، تمام. بعمل ويندو، بختار كده. طيب ممكن نعملها في ورقة A3، تمام. سنتر، تمام. بقت معانا بالشكل ده، تمام كده. ممكن نلغي اللاين ويت وممكن نسيبه عادي يعني، ماشي ماشي تمام. احنا هنسيب اللاين ويت عادي، ماشي كده تمام. ندوس اوكي وندوس سيف، ماشي تمام كده. البلان معانا بقى بالشكل ده، تمام. وبنبتدي المرحلة اللي بعدها، اللي احنا بندخل على برنامج الفوتوشوب. هرفع لكم الفايل ده، تمام، مع المكتبة بتاعت البلوكات اللي احنا هنستخدمها في برنامج الفوتوشوب. يا ريت يا ريت ان الناس كلها تطبق الخطوه دي دلوقتي، عشان نبدا ندخل البلان على برنامج الفوتوشوب ونبدا نعمل برزنتيشن. التوفيق ليكم ان شاء الله يا شباب. شكرا.